بعد جلستين تشريعيتين أقر النواب الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019، وهو القانون الذي يحدد مشروع والمهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد. والأخذ بالشبهة لا يجوز، إذراء الحدود بالشبهات، فلا بد من أن يكون الحديث منصبا على من يرتكب، والنص هنا جاء ليقول من يرتكب، لذلك لا يؤخذ فيه رحمة ولا هوادة. من يرتكب يجب أن يعاقب. نكون أكثر تشددا ووضوحا في محاربة الفساد ولجمه لمن يرتكب، خاصة لمن يرتكب وارتكب الفعل، ولذلك أنا أؤيد ما جاء بالنص المعدل. الاقتراح الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود المبلغ المقدر أو المبلغ الظاهر لتحقق الفساد أو ومن ثم إكمال النص. الواقع أن كف اليد هو مصطلح سليم، وهو ليس غريبا عن التشريعات الأردنية، وإذا رجعنا للمادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية لوجدنا بأن القانون قد استخدم كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل، فهي فقط لمجرد التوضيح بأن ما تم استخدامه في هذا النص في مشروع القانون الذي أتت به الحكومة من حيث موضوع كف اليد والوقف كان وجهة نظر الحكومة أن هنالك يجب أن يكون هنالك في تفريق ما بين الآليات التي يستخدمها القانون الإداري والآليات التي يستخدمها القانون الجزائي أو القانون الجنائي. كما منع النواب إحالة رئيس وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالقانون، والسماح بالاستقالة على أن يسري مفعولها من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها. وبالتالي أنا بقول اليوم اللي عنده أي موضوع يتعلق بالفساد ما عليه إلا أخبار النائب العام أو المدعي العام إنه فلان، وعلى الإدعاء العام أن يتحرك فورا. لما بده يجي واحد يروح يبلغ عن واحد فاسد بقول لك كل مواطن بيعرف واحد فاسد يروح يبلغ عنه، وانت ظلك قاعد بس. أما إذا في واحد كشاش حمام بالزرقة بتجيبه، أما إذا في واحد متصور قبل 60 سنة مسدس صوت بالزرقة بتجيبه. لا، مش أنا اللي بدي أشتغل محلك. مكافحة الفساد يجب أن يكون عندها جاهز تحري، يجب أن تعلم أن هذا فاسد، الأثر يدل على المسير والبعير يدل على البعير، آلاف الفاسدين وانتوا عارفين الكثير. شو الموظف اللي بياخذ 500 ليرة وعنده محمد شقة وعنده سيارة؟ في فساد؟ لا، في فساد، أنا بتأكد أنه في فساد، وكلنا بنعرف أنه واضح في فساد. بيجي لك واحد آخر اليوم بقول لك مستكثر على الشعب الأردني عط اليوم، ما احنا مقضينها في أوروبا، ما احنا مقضينها طالعين نازلين على الخزانات نستنى المي المقطوعة، والله بدلت غزلانها بقرود. يعني ما نطلع من هالقانون يا إخوان وإحنا مكسرين مجاديف المكافحة لا سمح الله باقتراح من هون ومن هون. علينا دعمها وأن تقوم بأعمالها على أكمل وجه. شكرا سعادة الرئيس. مجلس التحفظي موضوع أثير في مجلس الوزراء عدة مرات، وهناك محاولات جادة فعلا لمعرفة أفضل الطرق للوصول إلى معادلة اللي تحفظ حق الجميع، وسيعمل مجلس يعني يعمل مجلس الوزراء من خلال اللجان القانونية على تطوير هذا المفهوم، وإن شاء الله يكون في معالجة لهذا الأمر، لأنه لا يعني مكافحة الفساد لوحده، ولكن هناك جهات عديدة تقوم بالحجز على الأموال، ولا بد من إعادة النظر في أسلوب التعامل مع هذا الموضوع بصورة يضمن حقوق الناس. وألغى النواب قانون توظيف تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003. قانون الاقتصاد لست مع التعديل بهذا. طيب. إذا بدنا يعرضوا الحكومة علينا كقانون مشروع يعرض علينا بالدورة العادية حتى نقرر قبوله أو عدم قبوله. قبوله مع أنني رافض للتعديلات البلديات والاتصالات. أسأل الحكومة يعني ما هي كانت الفائدة المرجوة، وسؤالي أتمنى ألقى عليه جواب. يعني هذه المفارقة، إلغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في حين أننا ننشئ مركز الأمن السيبراني، في حين أن كليهما يقوم بمهمة واحدة. اليوم نحكي عن دمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني مع الوزارة. هذا المركز أنشئ لهدف
هذا الهدف اليوم صارت الوزارة قادرة من خلال مديرية في مدرياتها القيام بالمهمات اللي بيقوم فيها المركز، وهذا ضمن توجهنا في دمج المؤسسات وتخفيض الكلف والعمل بكفاءة أكبر. قانون الأمن السبراني ليس للقيام نفس المهمات، مهمات أشمل وأكبر تحتاج إلى جسم أكثر قوة وقدرة، والمجلس الكريم وافق عليها وأنهى الموضوع. فمختلف المهمات مختلف المسؤوليات في المركزين. ورفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراون الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا بعد عيد الأضحى. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.